عانى أهالي مدينة الباب كثيرا خلال فترة احتلال تنظيم داعش للمدينة، حيث فرض التنظيم غرامات مالية على الأهالي وأصحاب المحال التجارية تسببت بخسائر كثيرة، وأغلب المحال توقفت عن العمل بعد طرد داعش من المدينة. تغير الحال كثيرا، بدأ أصحاب المحال بالعودة إلى العمل، وبدأوا بطي 3 سنوات عجاف مرت على المدينة بسبب داعش. المزيد في سياق هذا التقرير. هذه مدينة الباب، حيث شهدت حصارا خانقا ومعاناة ل3 سنوات بسبب احتلالها من قبل داعش. عانى الأهالي كثيرا قبل أن يتم تحرير المدينة بداية العام الحالي. يعني هلا بنطلع منه الأعزاز، ما حدا بيتعرض لنا. هي شغله ثاني شغله، يعني الحمد لله صارت هيك. يعني اغلب البياعين صاروا تشجعوا ليرجعوا يفتحوا محلاتهم. عندما تتجول في شوارع المدينة ترى الخوف زال من أعين الناس. بدأت الحركة التجارية تعود، وبدأ الناس بالعمل دون قيود أو خوف من جهة تسرق أموالهم بحجج وذرائع مختلفة. في هذه المنطقة الشعبية والتي تعرف باسم سوق الخميس القديم يوجد مقهى صغير. يقول صاحبه زكي خواجة إن طرد داعش من المدينة أعاد الحياة لها. لم يعد لديهم أي مشكلة في العمل، أصبحت طرق التجارة مفتوحة أمامهم. هلا زمان دواعش ما كنت أحسن تشتغل شغلة يا الخلاص، إلا طبعا إذا بأساس مخبر أنت إلين باسم أمني بيحسنوا بيعطوك مثلا براكي أو شيء يشتغل فيه. يعني مثلا الحلاق التغات براكي، تفتح براكي بتليك ما في، تجي مثلا تقول لك بتقول بكبش عم بتبيع دخان. ليش يا عم بتبيع دخان؟ بقول لك ليه عم بتبيع دخان؟ قال له والله بدي اعيش. بقول لك اخي انت اذا تعيش تعال انضم للاخوه وجاهد. يعني لا بصير معنا لا علينا. نفس نظام بشار، هي نسخه ثانيه عن نظام بشار صدر لنا هي بشار بذاته. وانا من الناس اللي عانينا منه وحبسنا منه، العالم تهجرت، ما بقى تحسن تاكل، لا بقى تحسن تشرب. ربطة الخبز 300 ليرة سوري، هلا ربطة الخبز ب 75 أو 100 ليرة سوري. أبو محمد تاجر في حي الراهب، يتنقل من منطقة لأخرى، يعمل في تجارة المواد الغذائية. يقول إن تنظيم داعش كان يفرض عليه مبالغ مالية مقابل سفره خارج المدينة، وفي كل مرة كان يجبر على دفع المال للتنظيم، ما سبب له خسائر كبيرة ولم يعد بمقدوره الاستمرار بالعمل. كنا أيام داعش ما ناخذ راحتنا بالشغل، جمدوا ضيقوا علينا كثير، على بلا هي على بلا مثلا يكون تاجر بيرك بالمحل يفوتوا عليه مثلا يشوفوا مثلا صورة، إيش هالصورة، يجوا يحجزوا البضاعة وهالأشكال هي. مرحلة جديدة تعيشها المدينة وأهلها، حيث انتشر الباعة المتجولون في الشوارع، وعاد أصحاب المحال لفتح محالهم التجارية، وعاد الحلاقون للعمل. لم يعد يخيفهم أحد، فقد طوى الأهالي 3 أعوام عجاف، وبدأوا تنشيط الحياة في مدينتهم.